والله عندي معامله مال اجازه مال سوق عمومي. ان شاء الله كامله. والله زينه. العدل نظاميه وسره و... والله تقريبا 55 65 الشكل. والله هي شغله قانونيه وحلوه يعني. الاجازه نعم مجبوري بالشارع لازم. والله علي يشتغل لا ما غاليه. والله زين تعامله ما مش شغله سهله والله. سهله؟ ايه الحمد لله ما ازدحام. والله ما ضى شيء بس ظلت على الوصل وصولات هسه انسدت لي باكر. والله وصولات هسه قالوا ما جت بعد. الاجازه 25 مال فحص النظر و20 45. تعاملوا زين والله. والله شو نطالب؟ نطالب بس شويه تنظيف نظافه. إيه لازم الدائره شويه ترتب. كرفانات شويه ترتب بس هو اهم شيء الشغل ماشي خلي ما يخالف هذا المهم تمشي الشغل يمشي ماكو تعرقل بالموضوع ماكو هايل سهله. لا 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 الحمد لله لا الحمد لله شكرا ما اطول يعني بنفس اليوم تخلص الاجازه اذا على السريع تمشيت نفس اليوم. فحص النظر 25 طبعا غالي بس هي غير شغل الدوله. رايد حول السياره من الصبح. اليوم جيت ما ضشي ان شاء الله. حزين 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 ماكو اشكال والله يمكن 110 120. لا لا رقم ايش اشتريت جديد صار لي اسبوع. والله ما قال بس الساعة نتكمل بس يتنازل وهذا هو ثلاث ايام اربع ايام 72 وصل همينه 60 الف هي تقريبا بال 120.